اهلا بكم من ابن الماكلات الزمنيه نتاعنا. هي اسمها بيزار شويه، ما حاجه ياسر بنين. الشمنكه هذيا للي ما يعرفش مرقه كيل المرمز، اما تتعمل بالكرشه، تنجم تعمل بالكرشه الغنمي بالبقري، انا مش عملها بالبقري. وشوفوا النظافه. صحيح الكرشة نظيفة على الاخر ونظفة، وهنا في دبي تتباع ياسر نظيفة، اما فما شكون ما يحبش ياسر فيها كقوة الكرشة. دونك توا قبل ما نبداو كل شيء باش نغاديو الكرشة في طرف مية، باش نزيدوه شوية خل شوية قارص وشوية ثوم. تبعنا ما سبع عقلي سوى ساحر الجفون، ما سبع عقلي الله الله الله، ما سبع عقلي سوى ساحر الجفون، ما سبع عقلي الله الله الله، ما سبع عقلي الجفون. دونك الكرشة خليناها ساعة من زمان، مرتين بدلت الماء، فرغ الماء صافيه ونعاود نعبي ماء، منها تنحي كسفورية متاحة ومنها تطيب شوية خاطر يحبلها باش تطيب. تبعي باهي. تو باش نبداو في الرسمي، أول حاجة باش نقليو شوية بصل مع شوية ثوم، سي با أوبليغاتوار، سي أون أوبسيون، تنجم تحطو ما تحطوش، وباش نقليو الكرشة نتاعنا. تبعك ريتو هنا البصل قصيتو خشين شوية، خليوه خشين، ما تقصوش جويل على الآخر، تخلي المطعم نتاعو من بعد تشوفو في الصوص حاجة بنينة ياسر. من عيونك يا سلطان الملاح، يا سلام سلام. نعطيكم أستوس للمرمز والشمنكة كيف كيف. قصوا كعبات طماطم خشين شوية فريشكة وخليها تتقلى مع البصل ومع الجو هذا. يا سبع عقلي الله، تو باش نزيدو كطماطم معجونة وهريسة ولفيح في عود، نزيدوهم ديريكتومون باش نخلطوهم من قبل هنا، نحضروها ونصبوها. تبعك الهريسة اشطر باش نستعملوه توا، واشطر توا من بعد نقولك وقتي. يا الله ماني وليدك، عملت أعمالك لله، العدايا بوحلة. صلح يا سيدي يا
الشقة ولا حرام جريدي أي على الله تقول يدي والله ما يولي ما نحكي لكمش على الريحة، مازلنا ما عملنا شيء، مازلنا نخليو الريحة تقل، خليوها دريجين زيت تقلى مليح بالطماطم والفاح وبعد نمرقوها بماء دافي ونخليوها تسرح. مازال لها ربيع ساعة وطيب توا باش نرمي الشطر الثاني نتاع الهريسة العربي قلت لكم قبيليكا خاطر نحبها تقعد هاك المطعم نتاع الهريسة المفروحة كل شيء. يا صالح يا محوشي يا ولية صبر. الحمص بربي آخر مرة باش نحكي لكم على حكاية الحمص. هنا في دبي أنت ونوع الحمص، ساعات ترمي الحمص ما يطيبش، يطيب كل شيء يقعد الحمص ناي، دونك شنو نعملوا؟ ناخذ الحمص نطيبوا في شويه ماء يغلي ونتبعوا بشويه بشويه ونبداها من قبل، دونك هذا الحمص طيب هذاك علاش نرميه في الاخر. ماك الصلدين يا محلى القعده سيدي بوسعيد الله الله يا طيب. كملت رميت جرينات فلفل هذوكم اللي باش نزين بيهم هكا في الاخر وتهاو الروسيتو فيه ريتو مسهله شمنكم درا شنو من با نص ساعه ومنا كل شيء باه. انا ما بقالي كان نقول لكم ما تنسيش رد بالك تنسى تبعد العادي العادي فلسان سنة دور الشام.